بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في البرنابيو، ملعب السانتياغو برنابيو. وصلنا الحمد لله بالسلامة، وادي الملعب من الداخل. ولسه طبعا زي ما انتم شايفين لسه المدرجات فاضية، لكن دقايق وهتلاقوها مليانة عن اخرها. الجماهير طبعا بتيجي وبتدخل قبل المباراة بوقت قليل بمنتهى السلاسة، ومش من وقت مبكر. طبعا الملعب جاهز، وعلى طول ان شاء الله هتبدأ المباراة. ملعب السانتياغو برنابيو هيستضيف مباراة برشلونة وريال مدريد بعد شوية، معاكم دلوقتي في البث المباشر. ان شاء الله نشوف مباراة كويسة ونستمتع بيها. نجوم كبار زي ما انتم شايفين هم في ارض الملعب في التحليل. يلا كده قولوا لنا في التعليقات توقعاتكم للنتيجه، وقولوا لنا مين يكسب المباراه النهارده. اوكي، هندخل بس نقعد في مكاننا، وان شاء الله هنقل لكم اول باول كل التفاصيل وكل الكواليس من هنا من داخل استاد سانتياغو برنابيو. تحياتي لكل الناس اللي بتتابعنا من كل الدول العربيه، ان شاء الله دايما نكون معاكم في قلب الحدث وننقل لكم مباراة.